محطات في حياة نادية العراقية وسبب مجيئها إلى مصر. تزوجت مرة واحدة ولديها ابن وبنتين وسبب وفاتها. ولدت نادية العراقية ببابل بالعراق عام 1963 واسمها الحقيقي فاتن فتحي. انتقلت بعد ذلك للعيش في بغداد. كانت فاتن فنانة معروفة في العراق وخاصة في المسرح. تزوجت من رجل مصري من الإسكندرية وكان يعمل بالعراق ويدعى أحمد محروس، وأنجبت منه ابنها أدهم وابنتيها مي ونيلي. في عام 1997 استقرت نادية وزوجها وأطفالها في الإسكندرية بعد أن تركت العراق في هذا الوقت لظروف تخص عدم إمكانية عودة زوجها هناك. كانت أول أدوارها في مصر في مسرحية الطلاينة وصلوا مع أحمد بدير في التسعينات. وقالت نادية أنها بدأت التمثيل في مصر لكي تسند زوجها في مواجهة تكاليف الحياة المادية. في يوم 4 مايو عام 2021 أعلنت نادية عن إصابتها بفيروس كورونا، وللأسف توفيت يوم 16 مايو عام 2021 على إثر مضاعفات إصابتها بالتهاب رئوي حاد كما صرحت ابنتها وكان عمرها 58 عاما.